هناك سؤال عن رأي الشيخ بستار وجه المرأة. ستر وجه المرأة. نعم. بالنسبة لوجه المرأة ليس بعورة، هذا هو الراجح، لأنها نهيت عن ستره في الإحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقبن، فنهاها عن النقاب في الإحرام بالحج والعمرة. وكذلك يكره ستر وجهها في الصلاة، والعورة تستر في الصلاة ولا تكشف. لكن بعض النساء تكون ذات رائعة الجمال ونحو ذلك، فيكون الاحتياط لها والأعف والأكمل أن تستره في رؤيتها للرجال ومقابلتها لهم فقط، ما في غير ذلك فلا يلزمها ستره ولا يلزمها أصلا، بل يجب على الرجال أن يغضوا إذا رأوا ما يخافون منه الفتنة. ولذلك فإن الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كانت رائعة الجمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مردفا للفضل بن العباس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وتنظر إليه، فكان يصرف وجه الفضل عنها. وثبت عدد كبير من الأحاديث فيه كشف بعض النساء لوجوههن بالحضرة النبوية، ولم ينههن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الله عليه وسلم. نعم.